قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي في لاهاي أنه يجب على إسرائيل الموافقة على وقف تام لإطلاق النار في قطاع غزة من أجل السماح بدخول المساعدات الإنسانية الضرورية على نحو عاجل. ورفض المالكي الاقتراح الذي قد يدعو إليه قادة الاتحاد الأوروبي خلال قمتهم اليوم، والذي سيدعو إلى فترات هدنة إنسانية من القصف في غزة للسماح بدخول المساعدات، مشيرا إلى أنه لن يضمن دخول المساعدات وعودة إمدادات المياه والكهرباء.